صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. وفي بداية الحلقة أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة أسأل الله في العام الجديد لكم أن يكون عام خير وبركة وسعادة على الجميع، عام تتحقق فيه أمنياتكم وتنعم فيه دولتنا وجميع دول العالم بالأمن والاستقرار والتطور والازدهار. واتمنى من الله أن ينعم على جميع شعوب العالم بالصحة والعافية وتحقيق أمانينا في التخلص من هذا الوباء. أعزائي المستمعين، أبدأ معاكم حلقتنا لليوم، ولكن قبل ما أبدأ في هذه الحلقة أحب أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. وما أنسى في بداية الحلقة أني أرحب بفريق العمل من هيئة فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، الأستاذ حسني البلاونة، وفي الإخراج بيكون معنا من نور دبي مخرجنا المبدع دائما نمر محمد. وبكون معاكم اليوم في تقديم حلقة برنامج صحة وسعادة خلال هذه الساعة، محدثتكم آمنة العلي. في حلقتنا لليوم بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، واليوم أيضا بنتناول التخطيط للعام الجديد من ناحية الصحة النفسية وكيف ممكن للشخص أنه يوصل للامتنان والسعادة. وفي فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن تغذية الموظف خلال ساعات العمل. مثل ما تعرفون ساعات العمل الحين تغيرت وصارت أطول، وصرنا ما نعرف الصراحة شو بناكل وشو بنخلي. فاليوم بتعرفنا إن شاء الله الأستاذة نجلة العوضي عن كيف ممكن نقسم وجباتنا خلال ساعات العمل. مثل ما عودناكم دائما في برنامج صحة وسعادة نجيب لكم الأخبار العالمية والعلمية اللي تهمكم وتهم كافة أفراد المجتمع. خبرنا لليوم بعنوان الحمية الغنية بالألياف اللي تعزز مناعة مرضى سرطان الجلد. وجدت دراسة طبية حديثة نشرت مؤخرا في مجلة ساينس العلمية أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يحسن الاستجابة لنوع معين من العلاج لدى الأشخاص المصابين بسرطان الجلد. وقال الباحثون أن النظام الغذائي الذي يركز على الخضروات والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة يعزز فعالية العلاج المناعي، وهو شكل من أشكال علاج السرطان الذي يوجه جهاز المناعة في الجسم للتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. وبحسب الباحثين فإن النظام الغذائي الغني بالألياف يقوي الأمعاء، وهي مجموعة من البكتيريا الميكروبيوم الأمعاء الموجودة الموجودة في الجهاز الهضمي، واللي تلعب دور رئيسي في قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وتساعد جهاز المناعة على محاربة الفيروسات الخطيرة ومسببات الأمراض الأخرى. وقالت الدكتورة جينيفر وارجو الباحثة في اختصاص سرطان الجلد، المرضى الذين لديهم ألياف غذائية كافية كانوا في الواقع أكثر استجابة لعلاج السرطان ولديهم حياة أفضل بكثير. وهذا طبعا بسبب الفوائد المعروفة للألياف لميكروبيوم الأمعاء ودور الميكروبيوم في الصحة. وينصح المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان مرضى السرطان بشكل عام والذين يخضعون للعلاج المناعي على وجه التحديد باتباع نموذج غذائي يحتوي على الأطعمة النباتية مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والفاصوليا بنسبة 2/3، مع تخصيص 1/3 المتبقي للبروتينات الحيوانية.
وخلال هذه الدراسة قامت وارغو وزملائها بتحليل ملامح ميكروبيوم الأمعاء ل438 مريض بسرطان الجلد، وطلعت النتائج بأن 87 منهم كانوا يخضعون لشكل من أشكال العلاج المناعي، وأظهرت البيانات أن المشاركين الذين تناولوا كمية كافية من الألياف قد تحسن لديهم معدل البقاء على قيد الحياة مقارنة مع أولئك الذين لم يتناولوا كمية كافية من الألياف. وطبعاً نحن دائماً يعني نتمنى الشفاء العاجل لكل مرضى السرطان، وكذلك الأخذ بمثل هذه الدراسات الجديدة اللي تظهر لنا، وهذه دراسات يعني يتم نشرها في الصحف، يتم نشرها في مواقع إلكترونية معتمدة، وبذلك نحن ممكن ناخذ الفائدة من كل التطور اللي قاعد يحصل حالياً في الطب بشكل عام. وأعزائي المستمعين، ما أنسى أذكركم مثل ما أقول لكم دائما أن لا تنسون تتابعون تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA_Dubai، لأنكم بتحصلون في هذا التطبيق كل المعلومات اللي تهمكم اللي الخاصة بالشؤون الصحية في دبي على الحساب الرسمي لهيئة الصحة بدبي على إنستغرام. وتم بالأمس أعزائي المستمعين نشر بوست في حسابنا على الإنستغرام اللي هو يبين لكم خطوات التسجيل في DHA App التابع لهيئة الصحة بدبي، حطوا لكم الخطوات بشكل مفصل وكيف ممكن تربطون البطاقة الصحية بـ DHA App، وكذلك أن أنتوا تقدرون أنكم إذا كنت أنت الأب أو أنت الأم تقدرين أن تضيفين بطاقتك الصحية وبطاقة كل عيالك في DHA App، وبالتالي إذا عندكم فحوصات معينة، فحوصات سنوية، أو سويتوا فحص دم، أو كنتوا من الناس اللي يعني عندكم أمراض مزمنة وتحتاجون أدوية بشكل مستمر، في الأبليكيشن هذا بتحصلون كل المعلومات اللي تهمكم. فحلو أن يكون عندك كأنه محفظة بس في التلفون، محتفظة فيها بكل البطائق الصحية. يعني قبل كنا نحتفظ بالبطائق الصحية كلها عنا، ولكن الحين الموضوع أسهل والتكنولوجيا فيه تطور، وحين ممكن نحن نحتفظ بالبطائق الصحية عندنا في التلفون. فمجرد أنكم تدخلون على DHA App وتتبعون الخطوات الموجودة على إنستغرام وتربطون الأبليكيشن هذا بطاقتكم الصحية وتسهلون حياتكم وحياة عيالكم، ونتمنى لكم طبعا دائما الصحة والسلامة وما تحتاجون أنكم تزورون المستشفى. كذلك أعزائي المستمعين، نحن نقولكم أنه يعتبر الـ OTP كلمة السر لمرة واحدة هو رمز للتحقق من هوية المستخدم، فإحنا نتمنى دائما أنكم ما تشاركون مع أي شخص لتفادي انتحال الشخصية وسرقة المعلومات. مو تقولون يعني الآب ما تبطل عنا بنستخدمه من تلفون حد ثاني، هاي معلومات شخصية. نتمنى منكم أنكم تركزون على هالشي وتحفظون معلوماتكم الصحية عندكم أنتوا بس وما تشاركونها مع الناس. أيضا أعزائي المستمعين، للي يحبون أنهم يشاركون كل شيء على السوشيال ميديا، نقولهم لا تشاركون رمز الQR اللي موجود في شهادة التطعيم لأنه يحتوي على بياناتكم الشخصية. مو بشخص يكابتشر يقول أنا ماخذ والله جرعتين فايزر ويحطها مثلا في إنستغرام ولا في سنابة أو في أي مكان، لأن هاي البطاقة شهادة التطعيم موجود فيها باركود، ممكن أي حد يمسح هذا الباركود وياخذ كل معلوماتك الشخصية. فأكيد ما حد حاب أن معلومات الشخصية تنشر، وممكن يتم استخدامها واستغلالها واستخدام هذه المعلومات في أمور كبيرة. يعني ممكن يستخدمون هاي المعلومات لسرقتكم بياناتكم، هاي ممكن تستخدم في البنك، ممكن تستخدم في كل مكان. فنحن دائما ننصحكم أن تنتبهون يوم تنشرون شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الشيء اللي تنشرونه ما يكون فيه باركود يحتوي على معلوماتكم الشخصية. وطبعا هاي نصايحنا لليوم ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي عنا، وبنطلع معاكم الحين فاصل قصير وبنرجع نقول لكم كيف ممكن أنكم تقسمون وجباتكم خلال ساعات العمل الطويلة. تريونا صحة وسعادة. يا
يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600551414 ولرسائل النصية القصيرة 4006. في فقرة التغذية لليوم بنتكلم أعزائي المستمعين عن موضوع تغذية الموظف خلال ساعات العمل، وخاصة مع التغييرات الجديدة وأوقات العمل الجديدة، واللي صرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة نجلة درويش اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة نجلة. صبحت الله بالنور والسرور عاملة. يا هلا فيك أستاذة نجلة. نحن نعرف الحين من أمس تقريبا بدينا السنة الجديدة، وطبعا كل عام وانتي بخير وتنعاد عليك إن شاء الله بالصحة والعافية. سلام وانتي بعد إن شاء الله، والجميع المستمعين يا رب سنة خير وسنة إن شاء الله مليئة بالازدهار والإنجازات والنجاح والتوفيق يا رب. يا رب. أستاذة نجلة، نعرف مع نظام العمل الجديد في الدولة وامتداد ساعات العمل حتى الساعة 3:30 مساء، كيف ممكن للموظف أنه ينظم وجباته الغذائية، وشو اللي تنصحينا في هذا المجال؟ الأول نصيحة حبيت أوجهها للموظفين اهتمام بوجبة الفطور، لأن في كثير من الموظفين يطلعون من البيت ما يكونوا متناولين وجبة الإفطار أو ما عندهم الوقت أنهم يتناولونه بالبيت. ما يخالف حتى لو ما في الوقت الكافي أن نحن نتناول وجباتنا بالبيت، لا نأخذها معانا، بس نحضر يعني حقيبة غذائية شيء للموظف، يعني يحضر أكلة يعني من البيت والأشياء اللي لازم يأخذها معاه حتى أثناء تأدية مهامة وحتى في وظيفته في العمل. لأن مثل ما نعرف آمن أن ساعات النهار يعني في هالوقت لازم على الأقل الموظف يأخذ له وجبات صحية، فإذا ما تناول وجبات صحية يلجأ بعض الموظفين أنهم يأخذون يعني حلويات، أي شيء يعني يستعيضون عنه بأنهم يبون طاقة أثناء تأدية مهامهم وعملهم. فإذا هم حضروا وجباتهم في البيت بطريقة صحية وحطوا لهم الحقيبة الغذائية، ما يمانع أن نحن نشيلها معانا، مثل أصابع عزر، خيار، بعض الأشياء اللي ممكن نحضرها بالبيت، سندويشة جبنة أنا مثلا متعودة أكلها بالبيت وما حصلت وقت معي أشلها وياي أثناء عملي، وأحاول أتناولها مثلا في فترات الصباح الباكر بحيث أني أنا أفطر أثناء الدوام، وأحاول أني أنا نظم الوجبات حتى والوجبات الخفيفة في يعني في وقت عملي أثناء الدوام. هاي نصيحتي للموظفين. نعم، فإذا بدينا نحن بالنصيحة قلنا عن الوجبة، يعني مثل ما ذكرتي وجبة الإفطار، في أحد المستمعين يقول لنا أنه يعني في هاي الساعات الطويلة كثر من السناكات خلاص، فش الحل إذا هو وايد بيتم يأكل سناكات؟ لا، نحن أول شيء يعني اللي نسويه ننظم، يعني بعد وجبة الإفطار حوالي 2-3 ساعات ممكن نأخذ وجبة خفيفة. أنا الوجبات الخفيفة ممكن أحطها كاختيارات من الوجبات الخفيفة اللي هي تقل عن 100 سعرة حرارية أو ما بين 100-150 سعرة حرارية، مثل حبة فاكهة، ممكن الفواكه المجففة عندنا مثل المشمش، التمر، ممكن أحط بعض المكسرات غير المملحة بس أخذها بكميات معتدلة. فهذه الأشياء اللي ممكن أتناولها الفراولة، أحاول أحط بعض الوجبات الخفيفة، البسكوت مثلا، بسكوت دايجستيف، زبادي على سبيل المثال أشله معاي. طريقة حفظ الأطعمة، لأن بعد مهم جدا إذا بيجيب مثلا لبن أو بيجيب زبادي أحطه في مكان مبرد في الثلاجة، ما أخليه مثلا برا لفترات طويلة، والحليب وعقب أرد مثلا أشربه، أو مثلا في حقيبتي الغذائية أحاول أحط الآيس في الثلج اللي يخلي الأكل مبرد، خاصة المشروبات اللي لازم تكون باردة مثل الحليب، الزبادي وهالأشياء. فأختار الأشياء الصحية، حتى السلطة آمنة ممكن يأخذ معهم كوب من السلطة، يعني عشان يستعيضون أنهم يأكلون وجبات صحية، لأن يعني لو ما أكلت الوجبات الصحية بلجأ الوجبات الثانية غير صحية، فعشان أحد من استهلاكي للأطعمة غير الصحية أستبدلها بهالوجبات اللي هي جاهزة معي، أخذها مثل الموز، التفاح، الوجبات الصحية اللي تكون كسناك أثناء تأدية مهامي وما تكون وراء بعض. يعني أخلي مثلا أنظم وقتي، إذا تناولت وجبة الفطور لين الساعة 8-9
كحد أقصى، أخلي مثلا وجبة خفيفة على الساعة 10:30 11 12 تقريبا، بما أنه يعني بتأخر عندي وجبة الغداء، بتأخر في تناول وجبة الغداء لما أرجع للمنزل، فخلي مثلا الساعة 12:30 تقريبا وجبة خفيفة، وبالتالي أشرب الماء. يعني في موظفين بعد ينسون شرب الماء في هذه الفترات الماي، ونحاول بعد نأخر مثل ما قلنا، بما أنه يعني وجبة الغداء شوي متأخرة، فأنا مثلا سعيد بالسلطة بحمص بأصابع يزر أصابع خيار خلال هالفترة، تكون وجبات خفيفة وصحية أتناولها أثناء الدوام. نعم أستاذة نجلة، شو نصيحتك للموظفين اللي ممكن أنه يتخطون وجبة الإفطار، تقولت والله أنا ما يعت الصبح وخلاص بتغدى؟ لا ما ينفع ما ينفع، لأن هي وجبة الإفطار هي أهم وجبة تعتبر من الوجبات الغذائية الرئيسية، لأنها بتمد الجسم بالطاقة، وبعد يعني تكون وجبة يعني فرصة أني أنا أحط فيها فيتامينات ومعادن من الخضروات اللي بتناولها، أو حتى من باخذ البروتين، البروتينات الخفيفة مثل الجبن، يعني بقوليات، البروتينات النباتية، البيض على سبيل المثال، بروتين حيواني، لكن هاي البروتينات هي اللي تخلي الشخص شبعان لفترة أطول. فإذا ما أخذت أنا يعني وجبة الإفطار الصبح، بالعكس أنا بحس بإرهاق، بخمول، بكسل، تعب، فهذا بيعيقني عن أداء مهامي، بيعيقني عن نشاطي، وممكن يأثر على صحة الجسم. فتلقين الموظف دائما يحس تعبان، خمول، مو ماكل وجبة الإفطار، هاي يأثر على صحته بشكل عام. فنقول لهم لا تخطون هالوجبة، خذوها، ولو ما يعني ما لقيت الوقت بالبيت خذوه معكم، خذوه معكم الدوام، في أول ما تصلون على أول ساعات الصباح الباكر يتناولون وجبة الإفطار، ما يأخرون وجبة الإفطار. يعني نعم بالتأكيد، يعني مثل ما ذكرتي الموضوع كله معتمد على الوجبة الأولى اللي تاكلينها في اليوم، فإذا كانت هاي الوجبة كاملة متكاملة ومفيدة، فممكن أن هي تشبعنا أكثر، ممكن أن تخلينا ما ندخل يعني سناكات. فإذا كان يعني بالتأكيد بيكون عندنا سناكات، شو السناكات الصحية اللي تنصحيننا فيها؟ هي عندنا مثلا المكسرات، عندنا نقول البسكوت الدايجستيف، ممكن نودي معانا نحن، ممكن نحضر بالمنزل مثلا شيا، حبوب الشيا مع الزبادي، واضيف عليها بعض المكسرات والفراوله بالطريقه اللي تحبني، ممكن فطيره مع زبده الفول السوداني، يعني في اشياء اخذها معي. هذه السناكات الخفيفه، حضرنا مثلا تبوله، فتوش، ذره مسلوقه على سبيل المثال، اخذ اللي هو الكعك كامل النخاله، المكسرات المشكلة، فواكه مجففة، هاي كلها اختيارات للسناكس والوجبات الخفيفة الصحية. ليش آمنة؟ إذا أنا ركزت على الوجبات الصحية ما بتناول أي شيء، لأن في بعض الناس مثلا يحطوا لهم حلويات قدامهم، كيك، أشياء فيها سكريات بزيادة، فإذا أنا وفرت الوجبات الصحية من المنزل، بالتالي ما بلجأ لهذه الوجبات الجاهزة اللي يعني اللي خلاص لما الشخص طيوعي يفكر يأكل أي شيء قدامه، فأوفرها قدامي وخليها يعني ألتزم بنظام الغذاء الصحي المتوازن، عشان الشخص بعد ما يظل مثلا يوعان طول فترة النهار، بالتالي راح يحط تركيزه كله على وجبة الغداء، لما يوصل البيت بيركز أنه ياخذ وجبة الغداء، ولكن بياكلها بكميات كبيرة، بالتالي بتزيد السعرات الحرارية اللي قاعد يتناولها، والخربطة هذه بعدم تنظيم الوجبات تؤدي بعدين إلى زيادة الوزن، وبالتالي زيادة الوزن تؤدي إلى مشكلات صحية، ولا سمح الله بعض الأمراض المزمنة في المستقبل. فعشان اتفادى هذه الأمور كلها، حتى لو الشخص ما ينزل من وزنه أو محافظ على وزنه، بس نقول له لا، ركز على نظامك الغذائي الصحي عشان نتجنب هذه الأشياء كلها في المستقبل. نعم بالتأكيد أستاذة نجلة، إذا نحن نقول أن الحين الدوام استوى طويل، بما أن وجبة الغداء بتكون متأخرة شوي، يعني ما بتكون في وقتها الساعة 1 أو الساعة 2 أو 2:30، ممكن أشخاص صحيح بيخلونها على الساعة 3:30 أو قبل ما يطلعون من الدوام بالضبط. فنحن نقول هالتأخير في وجبة الغداء، ممكن الشخص أنه هو يأخر في وجبة العشاء، كيف بيكون الترتيب هذا؟ كيف ممكن نرتب أنه بطريقة أنه بعد ما يأخر وقت العشاء الوقت يعني وايد متأخر؟ فعلا طبعا ما ينصح بتأخير وجبة العشاء، لأن هذا يأثر كذلك على صحة الجسم، يعيق النوم، الحرق يكون بطيء، التمثيل الغذائي يكون بطيء يعني أثناء فترات الليل،
فبالتالي نحن نقول لهم لا، الوقت العشاء مفروض يكون على الأقل قبل النوم من 2 إلى 3 ساعات. إذا مثلا بتناول وجبة الغداء على الساعة 4، فنحاول مثلا نخلي وجبة العشاء قبل النوم ب2 إلى 3 ساعات. هاي تعتبر الفترات المناسبة لأن نحن نساعد على إراحة المعدة. تعرفين آمنة أن الهضم يحتاج تقريبا 3 ساعات إذا كانت وجبات رئيسية. فأترك مثلا مجال المعدة لين ما تهضم وجبة العشاء بشكل مثالي، وبعدين مثلا أروح لساعات النوم. طبعا ما أخذ هذا ما بمعنى نحن أخر ساعات النوم، يعني لا، لأن الجسم بعد يحتاج إلى ساعات نوم كافية. فالتنظيم هذا يعني يعتبر جدا مهم. وكذلك ننصح الموظفين انهم يعني يمارسون انشطه يوميه، يعني يمشون، يمارسون بعض الرياضات اللي يحبونها في فترات النهار بعد ما يرجعون من الدوام، حتى اثناء جلستهم على المكاتب يحاولون يتحركون 10 دقائق ويرجعون. الحركه بعد هذه مهمه بحيث ان تساعد على صحتهم، ويعني عشان يتفادون حتى الأمراض ممكن تحصل من جلسة المكاتب، من زيادة الوزن، هالأشياء نحن ما نحبسها، لا، يحافظون على صحتهم بالنظام الغذائي الصحي، بشرب الماء، خاصة إن فترة الشتاء ينسون يعني شرب الماء وما يشعرون بالعطش، نذكرهم بشرب الماء، يتناولون وجباتهم وما يكثرون من المنبهات أو حتى مشروبات الطاقة، لأن في بعض الموظفين ظنن منهم مشروبات الطاقة هاي يعني خلاص بتزيد نشاطهم في أول الصبح ويتناولون ويشربون هالمشروبات. فنحن نقول لهم لا تشربوا مشروبات الطاقة، بالعكس بتزيدكم إرهاق وبتتعبكم وبتسوي لكم جفاف. خلكم على المشروبات الصحية خاصة في فترة الشتاء، الزنجبيل بالليمون، الأعشاب، الينسون، المشروبات الحارة هاي الصحية اللي ممكن تناولونها، الشاي الأخضر كونه غني مضادات الأكسدة، وإذا بيشربون القهوة خلال اليوم كله ما يكثرون عن 3 أكواب يعني في اليوم كامل، ما أطري بس ساعات العمل يعني الصبح. يعني يقللون قدر الإمكان شرب كذلك القهوة، وما يكثرون عن، هي طبعا لها فوائد بس عندهم الكثار في شربها لأن إذا كثروا منها بيضرهم. هالأشياء اللي نحن ننصحها للموظفين. في بعض الموظفين حابين بعد أنهم يحافظون على مواعيد وجبة الغداء عندهم، إن مثلا على الساعة 2 يكون مرتبط ببرنامج بعد الدوام، ممكن يروح يمارس رياضة أو يلتحق بنادي رياضي، ما مشكلة يجيب وجبة الغداء معاه من البيت يحضرها وتكون جاهزة، بس مجرد أنه يسخنها بالدوام ويأكلها، أو يفضل أنه مثلا يقسم يعني تقسيم الطبق الصحي ويتناول وجبته على الوجبة الوقت اللي هو متعود عليه، أساس أنه حتى لو بيمارس الرياضة محتاج بعد 2-3 ساعات يعطي فرصة وإراحة معدة لما يروح يمارس الرياضة. فيعتمد على حسب أهداف الموظف الصحية وشو ممكن يتبع عشان يحافظ على صحته والأوقات اللي هو حاب يتناول فيها وجبات الغداء. للموظفين اللي بيرجعون البيت بيتناولون وجبة الغداء ما بين 3:30 و4، نقولهم بعد ما في مشكلة، عندكم لين الساعة 7 تقريبا 3 ساعات تعطون فرصة لإراحة المعدة وتتناولون وجبة العشاء في المواعيد اللي هو ما بين 7 إلى الساعة 8 تقريبا، ويريحون المعدة قبل فترة النوم. نعم طبعا أستاذة نجلة، يعني دائما هذا في النهاية يعتمد على تخطيط الشخص اللي لازم يسويه في بداية العام، إنه هو يخطط لهذه الوجبات سواء له أو لأبنائه. فإحنا دائما ننصح المستمعين خططوا وجباتكم عشان تتفادون إن إنكم تاكلون يعني أكل غير صحي وفي وقت يعني طويل اللي هو ساعات الدوام الطويلة. فننصح جميع المستمعين سواء لكم أو لأبنائكم بالاتزان وعمل خطة لهذه الوجبات. أستاذة نجلة درويش، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا على كل المعلومات القيمة اللي تقدمينها لنا في برنامج صحة وسعادة. شكرا لك آمنة، ونشكر كذلك المستمعين، ودائما نتمنى لهم إن شاء الله دائما الصحة والعافية، وأنهم دائما يسعون لتحقيق الأهداف الصحية ويسعون للمحافظة على صحتهم. ونقولهم بعد مرة ثانية كل عام بخير بهالسنة الجديدة، على إن شاء الله سنة خير إن شاء الله على الجميع إن شاء الله. شكرا لك أستاذة نجلة. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل أخير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، تريونا. صحة وسعادة، يا
هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600551414، ولرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما نعرف أعزائي المستمعين أن التخطيط للعام الجديد من ناحية الصحة النفسية وكيف نحن ممكن نوصل للامتنان والسعادة هو موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم، وبنتكلم خلاله مع الدكتورة فاطمة سيد أحمد أخصائية الطب النفسي بهيئة الصحة بدبي عن العديد من المحاور المتعلقة في هذا المجال. صباح الخير دكتورة فاطمة. صباح النور والسرور. يا هلا فيك دكتورة. يا هلا فيكم، مشكورين على الاستضافة وإن شاء الله رامت نفيدكم. شكرا لك. بداية دكتورة أتمنى لك طبعا أقول لك كل عام وانتي بخير، وأتمنى لك سنة سعيدة مليئة بالإنجازات إن شاء الله. وانتي بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله يا رب تكون سنة خير علينا كلنا في بلادنا وفي العالم العربي والعالم بأسره إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دكتورة فاطمة، نحن بداية بنتكلم عن الصحة النفسية وأهميتها بشكل عام للشخص، يعني لأي شخص موجود في الدنيا، الصحة النفسية أهميتها عشان يكون هذا الشخص فاعل وقادر على العطاء. طبعا الصحة النفسية وايد مهمة، لأن هي تحدد أهم ثلاث أمور في أي شخص. الإنسان يعني في ثلاث أمور تتمحور حوالين حياته. أول شيء كيف يفكر، تفكير الشخص، كيف هو يشعر ومزاجه كيف، وكيف يتصرف، سلوكياته وتصرفاته واتخاذ القرارات. والصحة النفسية هي مرتبطة بهذه الثلاث أمور، وحتى في علاجات كثيرة نحن قائمة يعني في الصحة النفسية، يعني التارجت مالها هالثلاث أشياء، يعني مثل العلاج السلوكي المعرفي الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، واحدة من العلاجات الشائعة اللي نحن نستخدمها وتركز على هذه الثلاث أشياء. ليش؟ لأن الإنسان اللي يفكر بطريقة إيجابية يصير عنده يعني نوع من الاستقرار الذاتي، يصير نوع من السكونة، يصير عنده في نوع من المرونة النفسية، فبالتالي يقدر يركز على المشاعر هذه ويصير عنده ضبط للمشاعر وللانفعالات، وبالتالي ينعكس على البند الثالث اللي هي سلوكياته، تصير سلوكيات سليمة، يكون في اتخاذ القرارات بشكل سليم. فالإنسان هو جزء من المجتمع، وعلاقاته وأموره كلها تعتمد على هذه الثلاث أشياء. الإنسان اللي عنده الصحة النفسية تكون جيدة يقدر يتحمل مسؤولية، يقدر يوظف طاقاته وقدراته بحيث أنه يكون أكثر فاعلية وأكثر إنتاجية. طبعا نحن لا شك نمر بكثير من الضغوطات والمسؤوليات، بس هذه الأمور الثلاث إذا كانت مدروسة والإنسان قدر يسيطر عليها، كل الضغوطات ومسؤوليات الحياة راح تكون إن شاء الله بإذن الله أسهل وفي مرونة ذاتية ويقدر يتخطاها. نعم، نعيد للمستمعين دكتورة فاطمة، قلت لي ثلاث محاور مهمة يجب على الشخص التركيز عليها من أجل صحة نفسية أفضل وأحسن، اللي هي في البداية ذكرتي. نعم، التفكير، يعني كل ما كان تفكير الإنسان إيجابي أكثر، كل ما يعني حتى لو مر بمشكلة يحاول يبسطها يسهلها، هذا التفكير تنعكس على المشاعر اللي هو البند الثاني. الإنسان يفكر بطريقة إيجابية أكيد لا راح يصير عنده شعور من الراحة، شعور من الطمأنينة، شعور من السعادة، التقبل. أحيانا لا ما نكون مرتاحين بس متقبلين للمشكلة أو متقبلين للظرف، وبالتالي نقدر نتصرف أو سلوكنا يكون جيد. فبالتالي كل هذه الأمور الثلاث تخلي أمورنا يعني تخطينا المشاكل والضغوطات أسهل. نعم، إذا قلنا دكتورة فاطمة نحن كأشخاص يعني في الحياة دائما نسعى للأفضل، نسعى لتخطيط للتخطيط لسنة جديدة، نسعى مثلا حتى الأشخاص اللي ما بدوا من تاريخ واحد ولا بدوا من تاريخ أربعة، مثل ما نقول ما في وقت لهالشيء، مو يعني دقة الساعة 12 ودقيقة يعني أنت لازم تتغير اليوم. ممكن للشخص أنه يتغير في الوقت اللي هو يحس أن هذا هو وقت التغيير. هل توافقيني على هذا الكلام؟ أكيد أكيد، كل يوم هو بداية ليوم جديد. نعم، كل يوم نبدأ شيء جديد، كل يوم نبدأ شيء جديد. فالإنسان ممكن أي لحظة يبدأ، لو الحين أي حد يسمعنا ويبقى يبدأ صفحة جديدة، المجال مفتوح، تقدر تفتح صفحة جديدة. فالتخطيط مهم، إن نحن صح نحط بنود أشياء لازم نغيرها،
يعني مين. الإنسان ما يقدر بس يحط أهدافه وما يطبقها ما يسعى لها لأنه ما راح تتحقق، راح تكون بس مجرد أهداف وأحلام ما راح تكون واقع. فالتخطيط مهم، وأن الواحد يبدأ شيء جدا ضروري على أساس أنه يعني يسعى ويستثمر في صحة النفسية، لأن هي تنعكس على كل أمور حياته. نعم، يعني ذكرتي دكتورة يعني جملة يعني عيبتني وكتبتها، يعني إذا بنقول يعني هايلايت حق شهر جانيوري أو شهر يناير بداية هذا العام، نقول إن الهدف بلا سعي يعتبر حلم. يعني الإنسان إذا حط الهدف هذا على الورقة وما سعى له وما بذل جهد يعتبر هذا الهدف من الأحلام. فجميل إحنا نقول التخطيط، ولكن أيضا دكتورة ما نخلي مثل ما يعني سمعت في أحد منصات التواصل الاجتماعي أن ثقل الأهداف دكتورة، ممكن الشخص يحط أهداف ثقيلة عليه، أهداف أكبر منه، أهداف مو قادر هو أصلا يحققها. فنحن إذا بنخطط دكتورة للحفاظ على الصحة النفسية، كيف ممكن نخطط للحفاظ على الصحة النفسية بأهداف قابلة للتحقيق، مو بأهداف خيالية وكبيرة؟ شوفي، نحن دائما أمانة في الصحة النفسية يعني أول الأمور اللي نركز عليها وايد أمور بسيطة. نحن صحتنا النفسية وايد مرتبطة بصحتنا الجسدية. دائما عند يعني أغلب الأطباء النفسيين دائما أول شيء ننصح المريض فيه أن سلوكياتك روتينك اليومي لازم يتغير، لأن هي تنعكس أولا على صحتك النفسية. الإنسان اللي يعني نظام الغذائي سيء لازم يحاول يغير هذا النظام الغذائي. اللي ما يمارس الرياضة لازم يبدأ يمارس نوع من الرياضة حتى لو نص ساعة مشي، لأن الدراسات كلها أثبتت أنه يعني خلال ممارسة الرياضة كثير من الهرمونات اللي تنفرز من الجسم على أساس أنه تساعد تخفف التوتر القلق، كل هذه الأمور ترى مهمة. النوم الكافي، الناس وايد تستهين بموضوع النوم، يعني السهر ما شاء الله يعني كل حد يسهر، بس النوم ترى وايد يساعد في أنه يقلل يعني فرص الإصابة باضطرابات الاكتئاب، الاضطرابات الجسدية اللي تنعكس بعد على الصحة النفسية. فهذه الأمور جدا بسيطة لازم نركز عليها. بعد من باب التخطيط، من الإنسان نحن نعيش في مجتمع، فلازم يكون في نوع من التواصل مع الآخرين، لازم يكون في الأخذ والعطاء، نتحدث عن مشاعرنا، نشاركها مع الآخرين، هذه بعد تفتح مجال أن الإنسان يعني صحة النفسية تكون أفضل. الممارسات مثل التأمل، ممارسات مثلا تمارين التنفس، كل هذه تساعد. لو نحن نمارس مثلا، في ناس يقول أوكي أنا في أشياء تساعدني، إذن خصص من يومك لو جزء بسيط، لو 5 دقائق أو 10 دقائق تسوي هالشيء اللي أنت تحبه، سواء أن تقرأ كتاب، تمارس هواية مثلا الرسم، تتكلم مع صديق، يعني الشيء اللي تحبه حاول أنك تخصص له من وقتك في كل يومك شيء على أساس الشعور هذا يتم موجود. فكل هذه تساعد على أن نحن صحتنا النفسية تكون أفضل. نعم بالتأكيد، يعني دكتورة مثل ما ذكرتي هي أول شيء للشخص قبل ما يحط أهداف مثل ما نقول عملية، أهداف اجتماعية، أهداف نفسية، يبدأ أول شيء من نفسه، يبدأ من روتينه اليومي، يبدأ من الأكل، من النوم، من الرياضة، وبعدها تندرج باقي الأهداف. هذا اللي فهمته من كلامك دكتورة، هل هالشيء صحيح؟ صحيح بالضبط. لأن نعم تفضلي دكتورة، لأن هذه الأمور هي اللي راح تساعدك في أن أنت تقدر تأدي. نحن دائما نقول واحدة من البنود المهمة في تشخيص الاضطرابات النفسية أن الشخص يكون عنده عدم القدرة على الأداء. فإذا أنا صحتي الجسدية مش متوازنة راح تنعكس على صحتي النفسية، وبالتالي أنا من الجهتين ما راح أقدر أدي في المجتمع. فهذه الأساسيات اللي نحن على أساسها بعدين نبني الخطط ونبني الأحلام ونبني كل الأمور اللي نحن نباها في حياتنا. نعم بالتأكيد دكتورة، للصحة النفسية على الفرد يعني أثر مثل ما نقول إيجابي لو كانت صحته النفسية جيدة. فنحن نبغى نعرف الأثر الإيجابي للصحة النفسية وارتباطها بالسعادة، هل ممكن يعني دكتورة يكون هذيل مثل خطين متوازيين مع بعض؟ إذا كانت الصحة النفسية جيدة بتكون مستوى يعني سعادة الشخص ورضاه على مستوى جيد أيضا. هي يعني أمانة يعني الصحة النفسية أقدر أقول مثل ما قلتي الرضا، الرضا أهم بكثير من السعادة، لأن السعادة شيء متفاوت. أنا يعني مستحيل كل يوم راح أكون سعيدة، في أيام راح تمر علي مثلا راح أمر بموقف، راح أمر بحدث، راح
تصير عندي ضغوطات مسؤوليات، يمكن هاليوم أكون أنا فعلا شوية حزينة أو أنا قلقة أو متوترة، لكن الأهم أني أنا أكون دائما راضية وعندي مرونة نفسية أني أنا لو حتى مريت بهذه الأمور وهذه الضغوطات وهذه المسؤوليات أكون لازلت قادرة على أني أستمر، قادرة على أني أنا أفكر في هذه المشكلة أو هذا الموقف وأحاول أني أفكر فيها بطريقة إيجابية وأشعر باتجاهها بالرضا والتقبل والأمان، وبعدين أستمر ما أوقف، ما مش نهاية العالم أني أنا مريت بموقف واحد. نعم. أيضا دكتورة الشخص لازم عفوا أقاطعت أن الشخص ممكن أنه يحارب عشان صحته النفسية، يعني ممكن للشخص إذا حس أنه فعلا يواجه مشكلة معينة يتوجه للطبيب يأخذ استشارة يعرف شو هاي المشكلة، لأنه مثل ما نقول يعني دكتورة مستحيل أن الشخص يعني ما يمر بظروف معينة. تعرفين دكتورة الوضع الحالي والوضع الراهن كلنا نعرف أن الطلاب مثلا ردوا للمدارس والحين في جزء كبير منهم رد قعد في البيت، فأكيد هناك بتكون مشكلات نفسية في ظل الظروف الصحية اللي مر فيها كل العالم، مو بس نحن ولا دولتنا ولا الدول، كل دول العالم. فكيف ممكن للشخص دكتورة يتجنب المشاكل النفسية في ظل هذه الظروف؟ نحن يعني في أشياء نقدر نسيطر عليها في حياتنا وفي أشياء هي خارجة عن يعني نطاق السيطرة. القرارات هذه والأمور والجائحة هذه حطتنا في ظروف يمكن نحن ما نتمناها، بس لابد أن نحن نعيشها ونتعايش معها. لكن في أشياء نحن بيدنا نقدر نسويها. نحن اطلاعنا فيما يخص الظروف الحالية، محاولتنا أن نحن نتكيف، نعدل يعني مثلا الطلاب مثل ما قلت اللي مثلا صاروا عن بعد كذا، نحن اوكي هذا ظرف، لكن نحن كيف نحاول ان هذا الظرف نحاول نتعامل معه بحيث انه يفيد هذه الطلاب، نحسن مثلا من التعليم عن بعد، نسعى نحن نطور من هذا. نحن هذه الامور اللي نسويها هني في الجولة. الانسان اللي ما يعرف او جاهل او ما يعرف كل هذه الاجراءات اللي تصير وكل هذه الجهود الكبيرة اللي قاعد تصير راح يتم دائما عنده خلق، لكن الإنسان المطلع اللي قاعد ياخذ المعلومات من مصادر الموثوقة، قاعد يشوف الجهود الكبيرة اللي قاعد تصير وكل هذه التطورات اللي قاعد تصير من ناحية اللقاحات، من ناحية العلاجات اللي قاعد يسعون لها، من ناحية الإجراءات اللي قاعد تصير في الدولة، راح يشعر إن لا، الحياة لا زالت فيها استمرارية، فيها نوع من التعايش، فيها نوع من المرونة، نحن قادرين نتخطى وهي فترة وبتعدي إن شاء الله. فهذه الأمور اللي نحن نقدر نسيطر فيها من ناحية تفكيرنا، فبالتالي مشاعرنا مثل ما قلنا نرد الخطوة الأولى، مشاعرنا تكون أكثر قبول ورضا، وبالتالي نقدر نتخذ يعني تصرفات أفضل وإنتاجية أفضل ونتخطى هذه المرحلة إن شاء الله بسهولة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا دكتورة مثل ما ذكرتي يعني كيف ممكن نحن دكتورة نحول هذه اللي يعني مثلا نقول العقبة في طريقنا أو المطبة في طريق الأمهات أو الطلاب إلى شيء ممكن أنه يكون إنجاز، ممكن يكون فايدة جديدة، ممكن يكون تعلم. نحن لا ندعي دكتورة، يعني أنا بالذات ما ادعي المثالية دكتورة، نحن يعني كمجتمع كأمهات، يعني أنا مثلا بنتي بس مجرد سمعت دكتورة أن التعليم ممكن يكون عن بعد، يعني كنا يعني كان أبوها شيء يمزح يعني يقول يمكن ترى ما تردون المدرسة يكون أونلاين، فيوم قال هاي الجملة ما تصورين كمية الصياح، ما تصورين كمية الانهيار، لأن هي تحسب من أول يوم في الإجازة هي متى بترجع، يعني كيجي طفل كيجي، فتمت الصيح بطريقة يعني إحنا استغربنا، يعني مو لهالدرجة، بس هي تقول أنا ما بدرس ترى، تقول ما بدرس ترى أونلاين، خلاص ما بدرس أونلاين. فأنا كأم يعني الشيء يعني صدمني، يعني حسيت إنه يعني كيف أنا أقدر أطلع هذا الطفل من هاي الحالة؟ كيف ممكن أنا أقول يعني كيف أنا يعني أعطي نفسي طاقة إيجابية إذا هذا الطفل انهار لأنه مو بقادر إنه يتقبل فكرة إنه هو بيرد يقعد في البيت بعد فترة من النشاط الحمد لله والاختلاط يعني بطريقة طبعا فيها إجراءات احترازية كبيرة. فنحن نقول دكتورة نحن نمر بعقبات بالتأكيد، نمر بأشياء أكبر من اللي نحن قاعدين نتكلم عنه، أكيد لكل بيت أسرار، يمكن في أمهات ما قدروا يكونون مع عيالهم اليوم، يمكن هم الحين في الدوام، في ناس بعد ما طلعت لهم الموافقة للعمل عن بعد، فأكيد في مشكلات أتي تأثر على صحتنا النفسية. فنحن نقول دكتورة كيف ممكن للشخص يحول هاي المشكلة لمثلا شيء لصالحه؟ كيف ممكن أنا أشجع هذا الطفل أنه لا والله التعليم
عن بعد، ترى هاي فترة بسيطة وبنرد إن شاء الله نفس ما ردينا المرة الأولى بإذن الله، يعني للتعليم الواقعي. فأنتي كدكتورة كاختصاصي في هذه الشؤون دكتورة، شو تنصحين الأسرة بشكل عام، الأم الأبو الأطفال، فيما يخص الأوضاع الراهنة والظروف الصحية هذه؟ شوفي مثل ما يعني في بيتكم، ترى في بيتي بعد بنتي نفس الشيء، يعني من سمعت إنه لا ليش أنا ما أحب التعلم عن بعد، أبي أروح المدرسة، أبي أشوف أصدقائي. نحن يعني نتوقع إن الأطفال ما يفهمون، لكن نحن الأطفال يفهمون. يعني أول شيء نحن نسويه نسمع الطفل، نتحدث بكل صراحة ليش نحن الفترة هذه نحن ياسين فيها، لأن يعني حتى لو هي في الكيجي بتفهم. نحن ما شاء الله معلمينهم عن فيروس كورونا وعن لا ما شاء الله يعرفون، يدعون دكتورة مع المطر، يدعون مع كل وقت إنه يا رب إن شاء الله يروح الفيروس عشان نحن نرجع المدرسة، نرجع الأشياء، وجاء الأطفال مستجاب بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. فنتحدث معهم، نتحدث ونكون صريحين ونقول هذا الظرف اللي صاير بسبب إنه في مثلاً ارتفاع في الحالات وكذي، لكن مثل ما نحن رجعنا وتخطينا المرة اللي طافت إن شاء الله بإذن الله راح نرجع ونعطيهم المثال الواقعي اللي هم عاشوه، إن نحن فعلًا كنا في مرحلة التعلم عن بعد وبعدين ردينا للمدارس، فهذا بسيط أمل إنهم يقدرون يشوفونه وشيء واقعي فعلًا عاشوه، فيقدرون يطمحون له ويسعون له. النقطة الثانية نسأل الطفل هو شو مخاوفه، يعني نحن نتحدث معهم بس ما نعطيه مثلا أطفال ممكن أو أكون أنا للأبد ما راح أروح، لا نحن ما راح يعني نسأل المخاوف هذه وبالتالي نبسطها. أحيانا الأطفال يتوقعون الأسوأ، فنحن إذا عرفنا مخاوف الأطفال نقدر نصححها ونقدر نوجهها ونقدر نشعرهم بالطمأنينة ونقدر نساعدهم. في بعض الأطفال يمكن التعلم عن بعد قاعد يسبب لهم صعوبة في التواصل، صعوبة في الأداء، صعوبة الأكاديمية، نساعدهم. فنبحث عن هاي المخاوف ونحاول أن نحن نكون بر الأمان ونفتح الباب، دائما نخلي الباب مفتوح أن الطفل هذا لو شو ما كانت المشاعر اللي يحس فيها أنه دائما يقدر يرجع لولي الأمر يناقشها، يتحدث عن هذه المخاوف أو هذه المشاعر، ويكون في الري أشورنس أو الري أشورنس يعني طمأنينة من جهة ولي الأمر، فإن نحن هذه فترة إن شاء الله بتعدي ونعطيهم المثال الواقعي اللي عاشوا إنه فعلا هي فترة وعدت في السابق وإن شاء الله راح نتخطاها هذه المرة بعد إن شاء الله بإذن الله. دكتورة نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين، بما أن ما شاء الله الوقت معك يطول، أنت إحنا تحتاج دكتورة نحاورك حلقة كاملة، لأن بالتأكيد حتى لدى المستمعين استفسارات وأسئلة فيما يخص هذه المواضيع الصحية، مثل ما نقول الصحة النفسية مهمة، التخطيط لها للسنة الجديدة مهم أيضا، فنصيحتك للمستمعين للتخطيط للصحة النفسية؟ إذا نصيحة أخيرة بقولها حاولوا يعني تكونون بسيطين ومتساهلين مع أنفسكم في الأهداف، في القرارات، في التطلعات. مثل ما قلتي لا نحط أشياء كبيرة وبعدين ما نقدر نوصلها وبعدين يصير في جلس للذات. الخطوة البسيطة اللي نخطوها باتجاه الصحة النفسية، الخطوة البسيطة اللي نأديها من الناحية العملية، الخطوة البسيطة اللي نأديها من الناحية الأسرية، هذه الخطوات البسيطة حاولوا أن تقدرون نفسكم عليها. في بعض الناس إذا الأشياء كانت بسيطة يشوفونها لا ولا شيء، ليش أنا ما أكون نفس فلان مثلا ما شاء الله أدى بشكل كبير؟ لا، حاولوا أن تكونون بسيطين مع نفسكم، حاولوا أن تكونون راضين عن نفسكم، حاولوا تقدرون ذاتكم على المجهود مش بس على النتيجة. المجهود بحد ذاته يستاهل أن نحن نشكر نفسنا أن نحن قاعدين نأدي ونحن قاعدين نسعى ونحن ما وقفنا. هذا أهم شيء إن نحن ما نوقف. حتى دكتورة ما نتري الثناء من الآخرين، يمكن أنا أعمل وأجتهد وأقدم ولكن لا ما حصل مثلا الثناء من نفرض جهة عملي، أو ما حصل الثناء من زوجي، أو ما حصل الثناء من الآخرين، لأن في النهاية تقدير الشخص دكتورة لذاته أهم من تقدير الآخرين له. أهم، لا شك أهم شيء أنت في النهاية نحن عايشين في هذه الأرض عشان نفسنا، كل عمل نحن نؤديه في الحياة ينعكس علينا، حتى أمورنا اللي نأديها للآخرين صح نحن قاعد نساعد الآخرين بس هذه تنعكس بالرضا على النفس
في النهاية كل شيء نحن نسويه ترى لنفسنا، فنحن لازم اللي نكافئ نفسنا، نحن اللي لازم نشكر نفسنا، نحن اللي لازم نثني نفسنا على هذا المجهود. نعم بالضبط دكتورة. فنحن نقول دكتورة يمكن في ختام يعني هذه الفقرة نقول للمستمعين حبوا عماركم ودائما خلوا نفسكم أولا وثانيا وثالثا، لأن النفس لها حق عليكم. صح صح. بالتأكيد دكتورة فاطمة سيد أحمد أخصائية الطب النفسي بهيئة الصحة بدبي، الحديث معه تشيق ويطول، والصراحة ما ودي أختم الحلقة لكثر المعلومات الجميلة اللي تقدمينها لنا ونستفيد منها نحن أيضا والمستمعين. شكرا لك دكتورة فاطمة على كل المعلومات القيمة. شكرا لكم على الاستضافة، وإن شاء الله يا رب تكون سنة خير علينا كلنا، وإن شاء الله هذه الجائحة تكون فترة وتعدي وترد حياتنا أفضل عن قبل مليون مرة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك دكتورة. أعزائي المستمعين، مثل ما ذكرنا مع الدكتورة فاطمة، التخطيط العام الجديد ممكن يكون اليوم وباكر وفي أي وقت يشوف نفسه الشخص مستعد أنه يخطط لعام جديد مليء بالإنجازات ويضع الصحة النفسية على رأس هذه القائمة، لأن بالصحة النفسية اللي بتؤدي إلى الرضا والسعادة ممكن للشخص أنه يحقق أهدافه اليومية. في نهاية حلقة برنامج صحة وسعادة أشكر لكم حسن متابعتكم، آملة أن نكون دائما عند حسن ظنكم، وشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي وللأستاذ حسني البلاوي من نور دبي. أشكر مخرجنا المبدع دائما نمر محمد. كنت معاكم اليوم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.